أهلا بكم، هذه حصة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الصف الدراسي الثاني. أهلا بكم أعزائي الطلاب، شكرا لكم، شكرا لحضوركم هذه الحصة. هناك طلاب أو أغلب الطلاب أحضروا كتاب الرياضيات، أحسنتم، شكرا لكم. وأيضا طلاب رائعين أحضروا دفتر التدوين يدونوا ملاحظاتهم هنا، أحسنتم، شكرا لكم. درسنا اليوم يا أعزائي هو الأجزاء من 100. لا ننسى كل مرة نفتح رابط الدرس الرقمي بالنسبة لكم. إذن الأجزاء من 100 هو الفصل 11 من الكسور العشرية، صفحة 102 أو 152. فكرة درسنا اليوم يا أعزائي ما هي؟ أحسنتم، إنها أتعرف الأجزاء من 100 وأقرأها وأكتبها. نعم، أيضاً لدينا مفردات جديدة وهي الأجزاء من 100. استعد، قراءة صامتة. هل نقرأ سوياً يا أعزائي؟ هيا. سأل معلم 100 طالب عن وجبة الغداء المفضلة لدى كل منهم وعرض آراءهم في الرسم البياني المجاور، فما الكسر الذي يمثل الطلاب الذين يفضلون الدجاج؟ إذن لدينا هنا رسم بياني، كما ترون هنا دجاج، لحم، سمك، وهنا عدد الطلاب، يفترض أن يكون 100 طالب. هنا أيضا هنا الذين يحبون أو يفضلون السمك، وهنا الذين يفضلون اللحم ثم الدجاج. انظروا هنا، يمكن أن نكتب الكسور العشرية بوصفها أجزاء من 100، بأجزاء من 100. يمكن أن تستعينوا هنا، انظروا هنا لهذا الشكل، هل يمكنكم أن تصفوا هذا الشكل، هذا النموذج؟ أحسنتم، إنه شكل مربع قسم إلى مربعات صغيرة. انظروا هنا كم مربعا، هنا 10، أحسنتم، وهنا إذن هنا في هذا وفي الجهة أخرى 10. إذن لو عددناها 1 2، هنا 10 وهنا 10، إذن 100 مربع. يمكن أعزائي أن تصنعوا هذا النموذج عندكم أو لديكم في البيت، أن تستعينوا. انظروا هنا، انظروا ما لدي، انظروا إلى هذه القطعة الجميلة، هذه مقارب لهذا الشكل، يمكن أن تصنعه في البيت بحيث أن يكون شكلا مربعا. ممكن أن يكون هنا 10، هنا 10 سنتيمتر وهنا 10 سنتيمتر، ثم تقسموها بالمسطرة كل منها 1 سنتيمتر، ثم لتظهر لكم 100 مربع. يمكن أن تستخدموا مهاراتكم الفنية بالألوان والأقلام والمقص. نكمل هنا، أقسم الواحد الكامل، هذا المربع، إلى 100 جزء، الجزء المضلل منه، انظروا هنا كم مربعا قد ضلل جزء واحد فقط، إذن هو جزء من 100، إذن نقول هنا 1 مضلل من 100 جزء. وهنا انظروا هنا إلى هذه الخانات، انظروا هنا مئات، عشرات، آحاد، أعشار. هنا أضفنا للدرس السابق الأجزاء من 100، هنا توضع الآحاد، هنا الأعشار، وهنا الفاصلة، انظروا هنا الفاصلة، هل ترونها؟ هنا لا توجد أعشار، إذن 0. نأخذ مثال، ما زلنا بنفس فكرة الدرس. مثال من واقع الحياة، كتابة أجزاء 100 وقراءتها. اقرأوا قراءة صامتة، هيا نقرأ سوية. ما الكسر الذي يمثل الطلاب الذين يفضلون الدجاج؟
فإذا لدينا هنا طريقتين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطريقة الأولى هي تسمى الكسور الاعتيادية كما درسناها في الدرس السابق، وأيضا الكسور العشرية. انظروا هنا، لدينا هنا مربع، هذا المربع قد قسم أيضا إلى كم قسم؟ أحسنتم، إلى مئة جزء أو إلى مئة مربع. طيب كم مربعا قد ضلل هنا؟ هنا العمود الأول 10، عمود الثاني 20، الثالث 40 إذا 40، ثم هنا 1 2 3 4 5، إذا هنا 45 قطعة قد ضللت أو مربعا قد ضلل. إذا كيف أصف، كيف أعبر عنه رياضيا؟ أعبر عنه رياضيا نقول أقرأ 45 جزءا من 100، أو أكتبها بشكل بسط أعلى ومقام بالأسفل. بسط هي الأجزاء المضللة، مقام هو كل الأجزاء بشكل كامل. طيب انظروا هنا الطريقة، هذه تسمى الكسور العشرية. انظروا هنا لهذه هذا الجدول، هنا أقرأ، انظروا للفاصلة، هنا الفاصلة، هنا الآحاد لدينا صفر، الأعشار 4، الأجزاء من 100 45. أقرأ 45 جزءا من 100 وأكتبها بهذا الشكل. انظروا هنا الفاصلة، بعدها الأجزاء، الأجزاء لدينا المضللة 45، إذا بالتالي لدينا هنا بعد الفاصلة أو يمين الفاصلة 45. ما زلنا بنفس فكرة الدرس، هيا ننتقل هنا. تأكد، لدينا هنا الآن تأكد، نتأكد من مدى فهمنا للدرس. اكتب الكسر الاعتيادي، اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري، والكسر العشري اللذان يعبران عن الجزء المضلل في كل مما يأتي. هيا معكم الأقلام الآن ومعكم الدفتر أو سجل التدوين، هيا ابدأوا أعزائي. إذن نعود مرة أخرى، الكسر الاعتيادي سوف يكون بسط ومقام، أما الكسر العشري سوف تكون هناك فاصلة وعلى يمينه، على يمين هذه الفاصلة الأجزاء. هيا نبدأ. إذن هنا كما قلنا أنه مربع فيه 100 مربع، إذا بالتالي لدينا الكسر الاعتيادي. إذا أولا الكسر الاعتيادي، الاعتيادي يساوي، الكسر الاعتيادي يساوي ماذا؟ قلنا أنه بسط ومقام، المقام هو الكل 100. طيب البسط سوف يكون لدينا المربعات المضللة، هنا العمود الأول 10 20 وهنا 3، إذا كم سيكون؟ 20 و3، أحسنت، 23. هذا الكسر الاعتيادي. طيب هل ننتقل، والآن الكسر العشري لا ننسى أن يكون فيه فاصلة، هو العدد الذي فيه فاصلة، إذا سوف نكتب ماذا؟ الكسر العشري يساوي، الكسر العشري قلنا أنه ماذا؟ صفر ثم فاصلة وعلى يمين الأجزاء الموجودة لدينا، كم لدينا جزء مضلل؟ 23. أحسنتم، هذا بالنسبة للمثال رقم 1. انظروا، إذن هنا انتهينا. انظروا للمثال الذي أو الذي يليه، التمرين رقم 2، مربعات ماذا؟ هنا الكسر الاعتيادي بسط ومقام، المقام كم؟ أحسنت، 100، والبسط انظروا عمود الأول 10 20 30 40 43. أحسنتم.
هنا الكسر الاعتيادي سوف يكون ماذا؟ عمود الأول 10 20 30 40 50 ثم 1 2 3 4 5 6 إذن سوف يكون 46 والكل 100. طيب الكسر العشري نعود هنا للمثال رقم 2، الكسر العشري كم سوف يكون؟ نعم أحسنت، إذن هنا فاصلة ثم بعده سوف تكون لدينا الأجزاء وهي 43%. أيضا هنا أحسنت، أحسنتم جميعا، نعم صفر ثم 46. شكرا لكم أعزائي، هيا ننتقل لفقرة التي تليها. نعم إذن هنا لدينا اذكروا مثالا من واقع الحياة تستعمل أو تستعمل فيه الأجزاء من 100. هيا أعزائي اذكروا مثالا من واقع الحياة نستخدم جزءا من 100. نعم أحسنتم، نعم يمكن أن نقول 99% من طلاب الصف الرابع يحضرون هذه الحصة وينتبهون ويدونون ملاحظاتهم، مشكورين أحسنتم. ويمكن أن نكتبها بهذا الشكل 99%. أيضا لدينا هنا أمثلة 98% من الطلاب الآن يدونون ملاحظاتهم الجميلة عن هذا التمرين. شكرا أحسنتم. أو يمكن أن نكتبها بطريقة أخرى، ثمانية وتسعين بالمئة. أحسنتم شكرا لكم. هيا ننتقل للفقرة التالية. الآن لننتقل للفقرة 12، اكتب الكسر الاعتيادي على صورة كسر عشري. انظروا هنا التمرين 58%، إذن يمكن أن نكتبه اكتب الكسر الاعتيادي، هذا كسر اعتيادي إلى كسر عشري، إذن والعكس صحيح. إذن هنا لدينا كسر ماذا؟ به فاصلة، إذن نسميه عشري. أحسنت، إذن سوف أكتب هنا 58 على 100 أو بالمئة. هنا ماذا نكتب؟ خمسة، ماذا نكتب المقام؟ انظروا هنا، لاحظوا، لا تنسوا، هنا يجب أن تركزوا، هنا فاصلة، بعدها هنا الآحاد، هنا ماذا؟ أعشار، ثم هنا الأجزاء من 100، إذن المقام سوف يكون 10 أم 100. أحسنتم، هنا منزلتين، إذن هنا نكتب 100. أيضا هنا كتبت بشكل ماذا؟ كسر اعتيادي، عليك أن تكتبه بطريقة كسر عشري. إذا نكتب 73%. أحسنتم، ثم أحسنت، ممتاز. يمكن أن نكتب 10 على 100، إذا نكتب هنا 10%. 10%. أو نكتبها 1 بالعشرة. قراءة صامتة لهذا المثال، قراءة صامتة للتمرين رقم 16 من صفحة 152 من درس الكسور العشرية، أو من فصل الكسور العشرية درس الأجزاء من 100. ما زلنا أعزائي نتعرف على الأجزاء من 100، نقرأها ونكتبها.
انتهيتم من القراءة أعزائي؟ أحسنتم، هل نقرأ سوية؟ هيا. قرأت فاطمة 100 كتاب، منها 35 كتابا من الأدب، فما الكسر الذي يمثل الكتاب غير الكتب غير الأدبية التي قرأتها فاطمة؟ إذن 8. إذن الكتب الأدبية أو كتب في الأدب، هل أنتم الآن معكم الأقلام والدفاتر تكتبون؟ أحسنتم، هيا ابدأوا. هل أنتم مستعدون؟ هيا سويا. قرأت فاطمة 100 كتاب، منها 35 كتابا في الأدب. إذن 35 كتابا من الأدب، 5 نكتبها، 35% من الأدب، أو حتى نكتبها بهذا الشكل، 35% ماذا؟ الكتب الأدبية. طيب، لكن المطلوب ما هذا المعطى؟ لكن المطلوب ما الكسر الذي يمثل الكتب غير الأدبية التي قرأتها؟ إذا كان 35% من الكتب أدبية، طيب الكتب الغير الأدبية كم سوف يكون عددها أو نسبتها أو الكسر الذي يمثلها؟ أم ماذا؟ كيف نوجد الكتب الغير أدبية؟ أحسنتي، شكرا لكم جميعا، أحسنتم. إذن يمكن أن نقول أن كما تقترحون أن 100 نطرح منها 35 ليكون الناتج كم أعزائي؟ 100 ناقص 35 كم سوف يكون الناتج؟ نعم أحسنتم، إذن هو 65. إذن هنا عندنا 100 ناقص 35، إذن يصبح 65. إذن الكتب الغير أدبية، إذن الكتب غير الأدبية يساوي الكسر الذي يمثلها هو ماذا؟ 65%. أحسنتم، شكرا لكم، رائعين أنتم. هذه تكتب أو هذه تسمى ماذا؟ تسمى الكسر، ماذا نسميه؟ الكسر الاعتيادي. هل يمكنكم كتابته بطريقة كسر عشري؟ أحسنتم، إذن يمكن أن نكتبها 65%. يا لكم من رائعين، شكرا لكم، شكرا. هيا ننتقل. ما رأيكم أن نتدرب على اختبار؟ هل أنتم مستعدون؟ هيا معي. إذن اقرأوا التدريب، ابدأوا حل هذا التدريب. نعم، ما الكسر العشري الذي يمثل الجزء المضلل؟ هنا لدينا مربع قسم إلى كم جزء؟ 10 أجزاء. أحسنت، ممتاز، شكرا لك. وكم ضلل منها؟ كم جزءا ضلل منها؟ جزءان. أحسنت، ممتاز. إذن كيف يمكن أن نكتب الكسر العشري؟ ماذا؟ هل هو فقرة ألف أو باء أو جيم أو دال؟ هيا فكروا. انظروا هنا لدينا 10 أجزاء. إذن سوف يكون بعد الفاصل كم خانة؟ بعد الفاصل أو على يمين الفاصل، لنكون دقيقين أكثر، على يمين الفاصل بما أنه 10، إذن يجب بعد الفاصل أن تكون عدد أو خانة واحدة فقط. إذن هل يمكن أن يكون ألف؟ أحسنتم، مستحيل. إذن مستحيل. هنا هل يمكن أن يكون باء؟ أحسنتم، مستحيل.
نستبعدها تماما أعزائي. انظروا هنا فقرة جيم، انظروا فقرة دال، هل يمكن أن تكون فقرة دال؟ هنا ثلاثة، هل هنا يوجد لدينا ثلاثة أجزاء مضللة؟ لا، إذن بالتالي إنه اثنان، أحسنتم، رائعين. إذن سوف يكون هذا هو الحل، أحسنتم، رائعين، رائعين لمتابعتكم. هل ننتقل للفقرة التي بعدها؟ أحسنتم، هيا ابدأوا فكروا فيها. هل نقرأ سوية؟ ضللت مها 95% من الشكل أدنى، أي الكسور العشرية التالية يساوي 95%؟ هيا هنا فكروا أعزائي، أيها الصحيح، هل هو ألف أو باء أو جيم أو دال؟ 95%، هل يمكن أن يكون هنا على اليسار عدد؟ هل الشكل كامل ظلل؟ لا، إنه جزء من هذا الشكل، إذن لا يمكن أن يكون هنا لا يمكن أن يكون. إذن هل يمكن أن يكون ألف؟ لا. هل يمكن أن يكون جيم بما أن الشكل غير كامل أصلا أو أساسا؟ إذن هل يمكن أن يكون دال؟ هل لدينا 9 مربعات كاملة؟ لا يوجد، إذن لا يمكن أن يكون دال. إذن ماذا 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 ما الحل الذي يفترض أن يكون؟ فقرة باء، أحسنتم. إذن هنا فقرة باء هي الصحيحة، أحسنتم. رائعين، أحسنتم. هيا ننتقل للفقرة التي تليها، مراجعة تراكمية للدروس السابقة التي درسناها أو تعلمناها. ما الكسر الذي يمثل كل نقطة مما يلي؟ انظروا هنا خط أعداد قسمة من 0 وهنا 1، إذن هنا هذه الفترة تعبر عن الأعداد، فترة ما بين 1 و0. هنا كم فترة قد قسمت ما بين 0 و1؟ 1، 2، 3، 4، إذن أربعة فترات. هيا فكروا، لدينا هنا ألف، ما الكسر الذي يمثل النقطة ألف؟ أحسنتم، رائعين. إذا كان هذا الربع الأول، هذا هو إذا كان هذا الربع الأول، وهذا الربع الثاني، وهذا الربع الثالث، وهذا الربع وهذا الربع الرابع، إذن هنا سوف يكون كام؟ سوف يكون كم؟ ألف كم؟ ربع، ربعان، ماذا؟ أحسنتم، ممتازين، 3/4. إذن هذه النقطة تمثل 3/4، 3/4. هيا انظروا للفقرة التالية، النقطة باء، لدينا أيضا خط أعداد وهنا مجموعة من الكسور، وقسمت هذه الفترة ما بين 0 و1 إلى كم قسم؟ أحسنتم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 فترات أو 6 أجزاء، أحسنتم. الأولى أو القسم الأول رقم أو كتب عليه سدس، طيب هنا مجهول، عليكم أنتم أن تعرفوا كم قيمته. ما بعده سدس، 3/6 أو 3 أسداس، 4 أسداس، 5 أسداس، 6 أسداس أو 1، إذن هنا كم؟ أحسنتم، ممتازين، إذن هنا 2/6، إذن هنا 2/6،
عرفنا سابقاً أن هناك كسر مكافئ لاثنان على ستة، بحيث أن يكون أبسط. إذن اثنان على ستة يمكننا أن نقسم كل من البسط والمقام على كم أعزائي؟ كم؟ ممتاز، يمكن أن نقسم هنا على اثنان وهنا اثنان. إذا قسمنا كم سوف يكون الناتج؟ كم سيكون الناتج؟ أحسنت، اثنان تقسيم اثنان واحد ستة، ستة تقسيم ستة تقسيم اثنين ثلاثة. إذن كم لدينا هنا؟ كم لدينا؟ إذن لدينا الكسر واحد ثلث. أحسنتم، إذن يمكن أن نكتبه بشكل ثلث. ما رأيكم؟ درس جميل صح؟ طيب ما رأيكم؟ هل نحل الفقرة التالية؟ هل نحل الفقرة التالية؟ يريد سليمان ومعاذ أن يحصدا الحقل، فقال سليمان أنا سأحصد نص الحقل، وقال معاذ أنا سأحصد أربعة أثمان أو أربعة على ثمانية من الحقل. أيهما سيحصد أكثر؟ هيا ابدأوا بالحل. من هو الذي سوف يحصد أكثر من الحقل؟ هل هو سليمان أو معاذ؟ أحسنتم، أنتم الآن تكتبون ملاحظاتكم وتبدأون بالحل على دفاتر تدوينكم. شكرا لكم. نعم أحسنت، إذن سليمان قال أنه سوف يحصد نص الحقل. كيف لنا أن نعرف النصف أو الأربعة على ثمانية؟ من هو الأكبر؟ ماذا يمكننا عمله؟ أحسنتم، نقارن بين هذان الكسران. طيب هنا لدينا أربعة على ثمانية، هل يمكننا أن نوجد عدد مكافئ للأربعة على ثمانية؟ نعم أحسنت، ممتاز. إذن يمكن أن نقسم هنا، لو قسمنا هنا على أربعة وهنا على أربعة كم سيكون الناتج؟ هنا واحد على ماذا؟ ثمانية تقسيم أربعة كم؟ اثنان، ممتاز. إذن هنا اثنان. إذن نفس الشيء، هنا سليمان، هذا سليمان، وهنا من؟ سليمان نصف، ومعاذ، وهنا معاذ. الآن أعزائي نقول من هو الذي سوف يحصد أكثر، سليمان أو معاذ؟ إذن هنا النص وهنا معاذ. ماذا يمكننا أن نقول؟ هل هما نعم أحسنتم، إنهما متساويان، نفس الشيء. إذن فسر إجابتك. نعم فسرت إجابتك، شكرا لك. إذن كل من معاذ، إذن نقول أن سليمان ومعاذ سوف يحصدان أيهما أكثر؟ سوف يحصدان نفس الكمية. فسر إجابتك، انتهينا. ما رأيكم أعزائي؟ هل كتبتم تدويناتكم؟ أحسنتم، شكرا لكم. أيضا لا تنسوا أعزائي أن تراجعوا ماذا؟ الرابط، رابط الدرس الرقمي. لدينا أو لدى الرابط الرقمي العديد من التمارين. موقع عين لديه عديد من التدريبات، تدريبات إعادة التعلم، أيضا أمثلة إثرائية. وفي النهاية نقول أعزائنا الطلاب، قدمنا لكم هذا الدرس،
آملين أنه استحوذ على اهتمامكم ولبى متطلباتكم. نشكر حسن متابعتكم، وأيضاً لا تنسوا أعزائي مواد إثرائية وداعمة على بوابة عين هنا الرابط.